طيب خليك معايا برضو يا نادر، يعني انت برضو وكيل احمد فتحي. تقريبا. طيب احمد فتحي يقال هذا ان برضو عقده بيخلص وهو عنده الرغبه انه يكرر تجربه الاحتراف، لغايه دلوقتي الاهلي ما جددلو، يعني انت قول لي برضو اخر اخبار لا احمد فتحي. لا لا لا، فتحي مجدد مع النادي الاهلي، وفتحي ما عندوش مشكله خالص في النادي الاهلي. طب العروض؟ لا هي بيتكلم على العروض، ان جات له عروض كتيره، وهو يعني احمد فتحي باللعيبه اللي عايزه تسافر، عايزه تجرب خصوصا انه صغير في السن لسه. لا في حاجه في وفتحي ان شاء الله هيجي له فرصه كويسه، في اهتمام جدا في انديه في انجلترا، انا عارف ان في اهتمام جدا، لكن ان هو يرتقي لمرحله العرض واطلع اقول لك انا عندي عرض كذا كذا، لا لسه ما وصلتش للمرحله دي. اعتقد ان خلال اسبوع او اسبوعين ماكسيمم ممكن، هل يتقلب الاهتمام ده لعرض حقيقي او لا، ده لسه هشوفه في خلال الـ7 ايام اللي جايين. طب